السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي يوميات كريمة كريمة. النهاردة إن شاء الله أعمل لكم البريوش التركي، بجد يعني حاجة فوق الروعة. وهنسقيه خليط، يعني خليط مختلف خالص، طعمه التاني هيخلي طعمه مختلف مختلف، يعني هش خالص أكتر من القطن. بصوا 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 حلو إزاي، هنحشي من جوا جبنة. بصوا بقولكم مش عاد على الطعم والريحة، حاجة إيه فظيعة خالص. احنا هنعمل العجينة وهنسقيها كده وهي لسه عجين تاني، بعد يعني بعد ما نحشيها هنسقيها بخليط، بجد هيخلي طعم مختلف خالص خالص، طريقة مختلفة وجديدة خالص للبريوش. يلا نروح نعملها مع بعضينا، قول بسم الله ونبتدي بالمكونات. انا هعمل نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق يعادل 3 كوبايات دقيق. كل 3 كوبايات دقيق ليهم ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر، ملح، هاخد هنا نص ملعقة بيكنج باودر، هاخد معايا نص كوباية لبن دافي ونص كوباية مية دافية. لو احتاجت لبن او مية تاني زيادة هزود، لان زي ما قلت قبل كده كل نوعية دقيق لها كمية معينة من السوائل تحتاجها. ومس البريوش ده انه مش بيحتاج عجن، يا دوب مجرد تجانس المكونات مع بعضيها وخلاص. على كده نقول بسم الله، حط نص كوباية اللبن الدافي، نص كوباية المية الدافية، ملعقة الخميرة الفورية وملعقة السكر، هقلبهم مع بعضهم كويس خالص لحد كل يعني كل عندنا الخميرة الفورية والسكر ما يدوبه بالطريقة دي. بعد كده هاخد 3 كوبايات الدقيق، سوري نسيت ان احنا هناخد نص كوباية زيت. شوف الزيت، هاخد هنا ها شوية الملح حوالي ربع ملعقة، سوري بس الواحد صايم مش مركز. هاخد هنا نص ملعقة البيكنج باودر، وهجيب نص كوباية زيت، مش نص، تلت حوالي كوباية زيت احط عليهم. اهو نص كوباية الزيت، كان المفروض نص كوباية زيت اول تتحط مع السوائل كده، احاول اخلطها في السوائل الاول وقلب كله مع بعضيه. زي ما قلت البريوش ده مش محتاج عجن، مجرد تجانس المكونات مع بعضيها خلاص. هعملهم خلطهم كله مع بعضهم بايدي. اهو بصوا خلاص انا عجنتها مع بعضيها. هو بصي مش عجين جامد، يعني عجين حاجة بسيطة بس على قدر المكونات تتجانس مع بعضها. بصوا بتبقى طرية بالشكل ده، فاهمين يعني هي ما بتبقاش متماسكة جنب، بتبقى كده بس ما بتلسكش في الايد. يعني دلوقتي هعملها زيت عشان ما تلسكش، اقلبها وغطيها وحطها في مكان دافي لحد ما تخمر. على فكرة زي ما قلت لكم العجين بسيط خالص، مجرد عجين حاجة بسيطة لحد ما تدخل، مش عجين ربع ساعة بتاع، هم 5 دقائق عجين كده لحد ما تدخل. هي ما خدتش معاي مية تاني، يعني هي كوباية المية 3 كوباية دقيق حسب انت بقى نوع الدقيق بتاعك. انا الدقيق بتاعي مش بيشرب، انت ممكن الدقيق بتاعك يعني يزيد ربع كوباية تاني، وممكن برضه ياخد الكوباية بس. بصوا خلاص العجينة ده خمر معايا حجمه اتضاعف. بصوا هناخد العجينة، بسم الله خمرت كويس خالص، شيل على الصينية عشان اقطعها عليها بالتساوي. اهو حط حتة زيت، احنا هنفرد بالزيت مش هنفرد بالدقيق. كلهم قد بعضيهم، نحن الحجر كم حتة بس اش اقولش عليكم في الفيديو، انا هقطعهم واوريهم لكم.
انا هنا قطعتهم الكرات متساويه ودهنت وشهم بشويه زيت عشان ما يقشفش، هاكلهم على جنب واغطيهم واسحب منهم واحده واحده. ده كان هعمل الحشو. انا هنا هالحشو عندي جبت جبنه عاديه، هنا احشي بالطريقه اللي انت عايزاها، اي نوع جبنه عندك عايز تحشي بيها باي طريقه. احط عليها وحده كيري، ممكن احط عليها زعتر برضه براحتك، انت عندك الزعتر ممكن تحط حبه بركه، ممكن تحط شبت بقدونس، اي حاجه اللي انت عايزاها. حط كم نقطه زيت زيتون وبقلبهم مع بعضهم كويس. زيت الزيتون ده بيخليهم زي الكريم، برضو مش عايزه تحط زيت زيتون زيت نبات، مش عايزه تحط زيت اساسا براحتك. زي ما قلت الحشو ده حريه شخصيه بنوع الجبنه اللي انت عايزه تحط بيها. اهو خلاص انا هنا عملت الحشو وجبت صينيه بايركس دهنتها دهنه بسيطه خالص زيت. هاخد دلوقتي انا اول جزء من العجينه هفرده، زي ما قلت انا هفرده على زيت مش هفرده على دقيق، وزي ما انتم شايفين هاخد بقى حتة الحشو نقفلها كده بالطريقة دي، امسك كل طرف زي ما انتم شايفين. دقيقة اظبط الشاشة، امسك دي بدي دي بدي اهي كده انتوا شايفين، وهعملها كورة واخلي الحتة اللي قفلت منها من تحت ارصها كده. واحدة تانية هوريها لكم، هاخدهم بالدور اللي قطعتهم بالدور. خدي اهي شايفين افردها برضو. هاخد حتة حشو تاني سفيدها كويس اهو، تاني حتة حشو حشو قليل عشان الناس بحب الحشو كتير. زي ما انتوا شايفين، معلش ما كنتش بركز في الكلام، بس انتوا عارفين الصيام والجو حر خالص واليوم طويل ممكن تلاقوني مش مركزة شوية، معلش اعذروني. حطها بس لازم ايه اسيب مسافات بين كل واحدة والتانية عشان لسه هو هيزيد معايا، ممكن زي كده هكمل باقيهم واوريهم لكم، بس زي ما قلت لكم هسيب مسافات اهو. اهو انا هنا قطعت كل الاجزاء وحشيتها وحطيتها. دلوقتي بالنسبة للخليط اللي هنسقيه بيه، عندي كوباية لبن، بيضة، 4 حبات جبنة، هاخد رشة فلفل اسود، ربع ملعقة ملح، وهاخد كمان يا دوب ربع ملعقة خل عشان بس الزفارة. دلوقتي انا اجيب هنا احط كوباية اللبن وحط، بس زي ما قلت برضو اللبن يكون ايه دافي. نحط 4 حبات الجبنة اهو، انا هنا عندي كوباية اللبن ومعاهم 4 حبات جبنة مثلثات. لك اهو هنا ضربت اللبن مع 4 حبات جبنة مثلثات. لك نحط البيضة ها، وحط ده بربع ملعقة خل بس، وحط رشة فلفل اسود رشة بسيطة خالص
بس الزفرة يدوب حاجة بس خالص، حط تقريبا يعني ربع ملعقة أو أقل، يعني دوب رشة ملح عشان هو أساسا العجين كان مالح من الأول. والجبنة دلوقتي هضربهم مع بعضهم تاني كويس خالص خالص لحد ما يمتزجوا، يبقى خليط يعني كويس ناعم اهو. خلاص انا عندي الخليط جاهز دلوقتي، هكبه هنا اهو في كل حتة الشكل ده. زي ما قلت الخليط ده عبارة عن كوباية لبن مع 4 حبات جبنة كيري، ربع ملعقة خل، وذرة فلفل اسود، وذرة ملح، وبيضة، سنة البيضة اهو. انا زقيتهم كلهم بالخليط اللي انا عملته، حطيت في الصينيتين، الصينية دي والصينية دي. بص هو الخليط قعد منه شوية اهو، فانتي لو عملت اعملي كوباية لربع، بلاش كوباية كاملة، وبيضة و3 حبات كيري بدل 4، وضربوهم مع بعضهم، حطي الخل والفلفل الأسود وحتة الملح، وزقيهم بيهم، يعني هو يعتبر كوباية كتير عليهم. دلوقتي أنا هغطيهم وأسيبهم يخمروا أهو. بعد ما خمرت معانا كويس، أنا جبت بيضة وحطيت على 4 معالق خل وقلبتها كويس مع بعضها، هدهن بيها الوش. متخافوش مدام حطيته خل على البيض مش هيبقى اي زفارة، بكادهن بس بالراحة خالص عشان الخمرة ما يهبطش كده بالشكل ده. بصوا بالراحة خالص، ما نحملش بالفرشة ابدا عليها، تبقى بسيط كده اه. في البداية انا شغلت الفرن من شوية على درجة حرارة 180 اهو. انا دهنت وشهم كلهم زي ما قلت، مشغله الفرن من شويه على درجه حراره 180، دق احطهم فيهم اهو. انا طلعتها من الفرن حوالي 7 دقائق، سبت لحد البايركس مهيد شويه، وبعد كده جبت قماشه نظيفه ويا دوب حطيت على شويه ميه، دوب خليتها زي اللي منديه تنديه بسيطه خالص، وغطيها بيها. بصوا هي من جوه بتبقى طريه، بس الوش ممكن ينشف من فوق نتيجه وجود البيض. فاحنا هنجيب القماشه اللي معانا كده او فوطه او اي حاجه عندك، انا مخليها دي عشان لما اعمل معجنات اغطيها بيها بالشكل ده. اغطيها اهو زي ما انتم شايفين، واسيبها شويه كده عشان وش من فوق يفضل طري اهو. خلاص اهو هنا بعد ما برد معانا، بصوا قطعت واحده، بصوا هالشزات بجد يعني حاجه روعه، ما اقولكمش الطعم انما ايه. والخليط اللي مزاجينه بيضا عطيه هناك فظيعه بجد، يعني هش اكتر من جوه. بص اكتر يعني اكتر بريوش هيعجبك. بصوا بتمنى يا رب طريقتي تكون عجبتكم. مع السلامه في وصفه جديده. قناتي على اليوتيوب اسمها يوميات كريمه كريمه، لو عايزين توصلكم كل وصفاتي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس.